دوز فقرات من بعد شوية قريب من القلب. قريب من القلب اليوم باش نمشيو للرياف، مدينة قربة تحديدا المنطقة قبة لاغة، لأنه الأهالي عندهم يقولوا على مواضيع تتعلق بالتطهير وبالبنية التحتية وغيرها. ولكن قبل هذية باش ناخذوا حق الرد على تساؤل مواطنة كانت تواصلت معنا في برنامج قضية رأي عام، هي السيدة سمية اليعقوبي. الموضوع يتعلق بأنها أجرت حافلة لنقل رحلات شبابية، تقول كريت الحافلة هذه من عند جمعية، طلعت الجمعية بدورها كريتها من عند وزارة النقل. دونك لهنا نحكيو على كارية من تحت كارية. الرحلات هذه تعرفوا تهز مئات الشباب والصغار والكبار، ولازم تكون مؤمنة. ما زالت في ذاكرتنا حادثة عمدون وشنو صار، ومخات الرحلة كي تبدأ الكار ماهيش في وضعية صيانة وماهيش جيدة، مش الأمور هذه تكون واضحة. المفروض أهل التأجير متاع الحافلات لفائدة الرحلات يكون زادة بطرق قانونية واضحة. سمية اليعقوبي بعثت لنا الوثائق، حبينا نعمل المراحل الكل، الملف عند الصحفية حنان بربيع. مرحبا حنان. صباح النور. مرحبا بيك. أهلا بيك. تبعت الموضوع هذية بين وزارة النقل، بين السيدة اللي قدمت الشكوى، اتصلت بالإذاعة الوطنية، وفي بالي أفهم حتى قضية لدى المحاكم، وبين الجمعية اللي أجرت لها. زيد فسر لنا. نعم، هو خاصة كي يتعلق الأمر بتنظيم رحلة شبابية علمية بيئية ترفيهية، رحلة تخييم أيا كان نوعها، أول وأهم حاجة ضمان السلامة الجسدية للمشاركين. نعم. في الرحلة هذه على الطريق يمشيوا سالمين ويروحوا سالمين. هنا لازم يكون الطرف المنظم للرحلة واضح هو شكونه، ويكون قام مستوفى كل الإجراءات لتأمين السلامة، وأيضا فيها مسؤولية عقد الكراء متاع الحافلة، وصل الكراء، والتأمين لاسيغانس تكون خالصة. في الحالة هذه كل هذه النقاط غير واضحة. نعم. مما يخلي السؤال كبير ومطروح كما قلنا في علاقة بالسلامة الجسدية للشباب هذوما. عم نعرفوا فما عدد كبير من هالرحلات قاعد يتنظم، شكون اللي ينظم فيها وكيفاش قاعدة تسير الأمور. سمية يعقوبي اتصلت برنامج قضية رأي عام، ولدها ولد عمه زوز من الشباب اللي ينظموا الرحلات داخل الجمهورية، رحلات التخييم. تقول حسب كلامها باش نسمعوها، تعرضوا لعملية تحيل ونصب. شخص قدم روحه على أساس هو موظف في شركة النقل بين المدن، ينجم يكري لهم كار سياحية كونفور وبسعر جيد. نهار الرحلة تفاجئوا أنه جاتهم كار في حالة سيئة، ماهيش حسب المواصفات المتفق عليها، وفيها تخوف كما قلت أنت ليليا، ونعود نأكد عليها السلامة على الطريق أهم جوهر العملية. نعم. السيد ما عطاهمش عقد حتى وصل للكرا، ما عطاهمش، أعطاهم فقط نسخة فوتوكوبي هنا نشوفوا فيها من وثيقة باسم المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، وتبدو كي تشوفها مريبة مش مريقلة مزورة. قيت الموضوع نسمعوها من عند سمية يعقوبي. نسمعوا سمية يعقوبي. أنا سمية يعقوبي، أم وعمة الأولاد اللي صارت معهم الإشكالية. صديق عمره 19 سنة وأنا عمره 21 سنة، عاملين روندوني. هذه ثالث رحلة يخدموا هكا حاجة أدقام شوية، معناه يجيبوا دي دي جي والكل. المرة هذه يمشيوا معهم دي دي ترانجي والكل. ولد السيد هذاك هذه ثالث مرة يمشي معهم. يا أخي أشاك فوا يقولوا عليش أنتم تجيبوا في كار، راهو بابا ينجم يجيب لكم، يدخل لكم يجيب لكم كار. قاعد يمشي ويجي عليهم، أتوا بابا يجيب لكم كار. جاني أنا للدار لهنا، قلت له بوك شنو يخدم؟ قال لي راهو يخدم في الوطنية هذيك بين المدن. قال لا تو بابا يشوف لنا قداش تتكلف الكار من تونس النفذة. جاي وجاي قال تتكلف 1.5 مليون ويجيب لكم كار فاشيات جديدة ناف والكل. قالوا راني أنا حاط معناها كليونات، راي كار حافلة سياحية والكل. جاي الطفل قبل بثلاثة ولا أربع أيام من الرحلة، قالوا راهو طالبين عليك المونتون الكل، تفضل قداش المونتون؟ قالوا 1.5 مليون. أعطيناه الفلايسات 1.5 مليون. قلت له يا ولدي جيب لي الريسو، جيب لي الفاتورة نستمعوا فيه باش يقولنا اعطينا نورو بطاقة تعريف ولا اعطينا حاجة باش نعمل كونترا كيما شاك فوا الأولاد يعملوا. ويوقفونا الحاكم ويشوف الكونترا والعبيد معناها، وغاديك احنا ديكلاغي معناها أمورنا واضحة. الطفل لحب يجي لحب يعطيني فاتورة. ليلة الرحلة جيب لي ورقة شكيت فيها فوتوكوبي المنظمة التونسية مقاومة الفساد، منظمة رحلة والفوق 1500 دينار، يعني لا نجم نحاسب بها، لا هي فاتورة لا هي. خفنا في الليل قلنا مشيش تكون أغناك بالحكاية.
اي نهار رحله نهار ثبت وصلنا اختي نقا كار عرفتك الكار بين المدن الدخان بلاجيت لا راديو لا كليماتيزور تخاوف كاتاستروف خايبه فوق من خايبه شفت قلت له يا ولدي مش قلت لي راه تجيب لنا كار في جديده واحنا عاطين حق كار معناه كونفور توني بدي تتبدل اللغه يشبه الرحله وجاني بوه شخصيا حكيت معاه فرح سكتنا على رويحنا مشات الرحله قلت له يعطيني عيش ولدي الفاتوره خاطر حقي هذاك عطيتك 1,500,000 انت تعطيني فاتوره هكا ولا ما عادش يحبوا يهز علينا التليفون نهار الاثنين مشيت انا للشركه الوطنيه للنقل بين المدن لقيتهم اون كور بالحكايه قال لي السيد هذايا راهو ما يخدمش في الوطنيه بين المدن يخدم في لاسانتي وراو عمل لي تليفون وبعث لي ولده هاي الفاتوره فيها 1,070,000 راهي الكار هذيك اللي جاتكم مش حقها 1,500,000 راهي 1,070,000 دينار قلت له سامحني شنو هي حكايه المنظمه الوطنيه ذي راني احنا لا منظمه ولا نعرف منظمه وما عندناش عقد لا بيني وبين هما دجل يحاربوا يحبوا يوصلوا انت معناها حيلت عليهم والعباد غشت عليهم زدت حيلت عليهم قيمه 500 دينار حطيتها في مكتوبك انت شكونك حتى جواب وعندك ريحه ما اللغه هذيك وما عندك ما تعمل لي صرت مناوشة بيناتنا عملت شكايه في مركز الامن تاع قطر سعيد كلموه باش يجي ما حبش يجي بعثوا له استدعاء يا اخي من بعد كلموني البوليسيه قالوا لي مدام راهو هذايا معناها متحيل وقالوا لي عنده معناها سجل نتاع تحيل للسيد رئيس المركز وقال لي مدام راهو السيد هذايا راهو مفتش عليه راهو شرشي باش يتحيل على عباد اخرين مادام فما حتى معناها قوه باش توقف على التحيل نتاعو. طبعا الكلام هذايا الكل على عهده المواطنه سميه اليعقوبي اللي تواصلت معنا ولكن الثابت والاكيد واللي تبعوا فينا على الفيسبوك احنا عرضنا تو وثائق فاتوره من الشركه الوطنيه للنقل بين المدن توضح اللي هي قامت بتاجير الحافله لفائده السيد هذايا اللي يتحدث باسم جمعيه لمقاومه الفساد هو بدوره عاود اجر الحافله هذه لمنظمي رحلات وموجودة الوثيقة اللي أجر بها الحافلة وطلب زيادة ويكتب بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ والحماية عن الفساد وحماية المبلغين يطلب أنه حافلة باش ينقل عليها شباب من تونس إلى مدينة نفزة من ولاية بيجة الوثائق موجودة معروضة اللي تبعوا فينا على الفيسبوك حنين أنت بديت المراحل الكل كملت من المواطنة مشيت للجمعية مشيت للمنظمة التونسية نعم. للتنمية ومكافحة الفساد شنو النجم نعرفوا عليها المعطيات اللي لقيناها هي أنها متحصلة على تأشيرة عدد وموجود قدامنا هوني عدد التأشيرة المتحصلة عليها عنوانها حسب البيانات والبلاغات اللي تصدر فيها وتنشرها على صفحتها على منصة الفيسبوك في قصر السعيد في باردو في تونس أيضا العنوان عنا ولكن هل هو عنوان حقيقي أم لا نعم. لأنه مشينا لقيناه مغلق هل كان في الوقت اللي احنا مشينا فيه وقت اخر هما محلولين والا لا برشا جمعيات بالشكل هذا يكون العنوان مش حقيقي مش منقول نعم. مش مطابق بالضبط المنظمه عندها فروع طبعا دائما حسب منصه الفيسبوك فرع في القسرين صفاقس القروان تبرقه لكن كيف بحثنا في السجل الوطني للجمعيات على موقع افاده .org.tn هو مركز تابع موقع تابع مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات اللي هو محين الى التاريخ 4 جوان 2024 ما لقيناش حتى أثر للمنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد من بين 25,029 جمعية ومنظمة مدرجة بالسجل الوطني للجمعية ولكن فما شخص يتكلم باسم المنظمة هذه كرئيس لها في كل وسائل الإعلام تقريبا من سنوات هذه موجودة الفيديو نعم. لقيناها نعم رئيس المنظمة يظهر في وسائل الإعلام بكثرة موجود يحضر ضيف يتحدث عن الفساد وسبل مكافحة ومحاربة الفساد أيضا عنده صور حاضر بكثرة مع مسؤولين ومديرين عامين نعم. في عدة مؤسسات وينشر نعم. كل الصور على صفحة المنظمة اللي عرفناها أيضا على المنظمة اللي هي في الأصل اسمها المنظمة التونسية للتنمية وذلك إلى حدود 2019 ثم أضيف إلى التسمية مكافحة الفساد علاقة التنمية بمكافحة الفساد حسب المنشورات على صفحة المنظمة على الفيسبوك تحكي ليليا في كل المجالات نعم. والكلها من منطلق مكافحة الفساد نعم. وفما تركيز خاصة على وزارة التربية ونشاطات وزارة التربية وكل ما تنشره أو تصريحات مسؤولي وزارة التربية نعم. حاولنا كثيرا
للتواصل والحصول على رد من رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد بعثنا ميل رقم الهاتف اتضح انه الشريحه البوس محروقه ما تخدمش تليفون ولكن تخدم واتساب نفس الرقم نعم تحصلنا على الواتساب حاولنا ان نتحصلوا على حوار في المباشر في التسجيل من رئيس المنظمه لقينا كل ما نقولوا بصراحه بعث لنا صور اللي هو مريض ويده في جبيره وتعرض لحادث حسب الصور اللي بعثها نعم. وانه ما عندوش بوس حتى يشوف كيفاش يلقى شكون باش نجموا احنا نتصلوا به اعطى كل الحجج انه ما يكونش دونك الحلقه الثالثه هي وزاره النقل اللي احنا بعثنا لها وتواصلنا معها بشكل رسمي وقالت اللي هي باش تفتح تحقيق في الموضوع قبل الإجابة في وسائل الإعلام نعم تواصلنا مع وزارة النقل بالضبط احنا حشنا بالشركة الوطنية للنقل بين المدن طالبين توضيحات موظف في الوزارة كما هو قدم نفسه عنده الحق يتوسط في كراء حافلة من الشركة هل ممكن تصير كرية من تحت كرية كما في الحالة هذه مع سمية وولادها ويزيد عسوم فارق 500 دينار المفروض كراء حافلة يكون بعقد واضح ينظم عملية الكراء بين الشركة والشخص اللي باش يكري الكار ووصل كراء وتأمين علاش في الحالة هذه ما فماش شكون عنده الحق في النهاية يكري حافلة ليليا الأشخاص الطبيعيين الجمعيات كما هكا عندهم الحق وإلا لا وشنو بصفة عامة الإطار اللي ينظم عملية كراء الحافلات لصالح منظمي الرحلات الشبابية ورحلات التخييم والأكيد أنه فما إطار قانوني ولكن يتم التلاعب بالقانون هذا والتحايل كما الحالة هذه لو صحت كل المعطيات هي كرية من تحت كرية فما وسيط فما قشار في هذه الرحلات دونك عندك ما تضيفها عندي ما نضيف الورقة والنسخة وانت ديجا أشرت لها مهمة جدا وقت ما رئيس منظمة يقول أنه الموضوع كراء حافلة ذهابا وإيابا المرجع تند عليه لكراء الحافلة القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة والقانون الأساسي للإبلاغ على الفساد الزوز ما عندهم حتى علاقة بكراء الحافلات وبتنظيم الرحلات كيفاش الشركة بين المدن تكري حافلة بناء على مثل هذا المطلب اللي إذا منها. كان هو ما زورش الوثيقة هذية فاتورة واضحة اللي هي فاتورة حقيقية هذيك اللي هو دفع واخذ الحافلة واللي حصلت عليها السيدة بالتواصل مع الوزارة هو ما عطاهاش حتى أخذتها من الوزارة على كل احنا توجهنا للوزارة منذ نهار 23 ماي حاولنا نتحصلوا على الرد على توضيح لأهمية الموضوع ومعناها سلامة العبيد على الطريق مش أكثر من هكا الوزارة اكتفت بالرد أنها فتحت تحقيق للتثبت في الموضوع إن شاء الله يرجعونا في نتائج التحقيق والأهم الرد بالنسبة لينا الحقيقة نتوقع أنه هو ضمان حق المواطن وأنه هالممارسات هذه يتم كشفها ويتم الضرب بقوة للناس اللي تتحيل وتنتحل الصفة أنت أشرت بكري قلت هذا الشخصية على منصات التواصل عنده برشا صور مع مسؤولين وفي وزارة التربية وغيرها فما برشا ناس عن طريق منصات التواصل تصنع بروفيل وهمي وتحاول توهم الناس اللي هما عندهم مصداقية وعندهم أهمية دونك زاد القانون لا يحمي المغفلين المفروض اللي زاد يفكر في مسار باش يعمل أي حاجة في علاقة بمؤسسات عمومية يتوجه مباشرة للمؤسسات هذه ما يفركسش على الوسطاء ولا أي حد يقدم روحه على أساس موظف في الوزارة أو غيرها شكرا حنان مجهود كبير يعطيك الصحة شكرا ليك يهمنا أنه حق الناس هو اللي يظهر ونكشفه على كل هالهينات هذية في علاقة بالفساد يلا نخرج بقريب من القلب ونمشي والأرياف قربة قبة لاغة مع نور أبو عليك